إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر ديال الدار البيضاء. حنا متواجدين في سوق الجميعة، جينا باش نقربوكم من الأثمنة ديال الفواكه، يعني واش طالع الثمن ولا هابط. بالنسبة للبنان صراحة أنا مرتفع الثمن ديالو، البارح كان بعشرة دراهم واليوم تزاد في درهم ونص. بالنسبه للثمن ديال المشمش، وصل الثمن ديالو 40 درهم من البلاصه ديالو، جيب 760 ريال. كتشوفوا معنا يعني كاين الجوده وكاين المليح. صديق واحد دقيقه، الله يحفظك، تعطينا الاشمنه. جي حدايا الا كان ممكن. الله يحفظك، تقربني خويا شويه من الاثمنه ديال الفواكه هذا الصباح. يعني الثمن شحال واصل؟ كيف كنشوفوا عندك المليح والجوده، يعني معروف عليك شحال من عام وانت في هذه المهنه؟ إيه دابا شي 15 عام. 15 عام انت في هذه المهنه يا اخي، دعا للوالي. شو الصعوبات اللي كاينين في هذه المهنه؟ المهنه خويا الاثمنه، خويا الاثمنه ولا شي بزاف اثمنه مرشافه بزاف. يعني ما عندك فين تربح؟ والو، بحال قلت لك كندور في بلاصتي، يعني كتروج راس المال ديالك صافي باش ما يمشيش لك وصافي. كتشوفوا اليوم المشماش صباح هذا مشماش حتى الله دخل، دابا كانوا دايرين ليه 1000 ريال، دابا ولا دايرين 40 درهم. 1000 ريال كان الكيلو المره الاولى ب 1000 ريال باش دخل، يعني في سوق شعبي ب 1000 ريال. 1000 ريال اه، يعني فيما مشيتي غتلقى الثمن هذا من غير يعني المناطق اللي كانت شي حاجه طيبه عندهم هادو تيبغيو يرخصوا فيها، راه كيحيدوا فيها شويه كيبغيو يحيدوها. هذاك البلدي مازال ما خرجش؟ مازال. هذا هو القيشه ديالو ولا؟ هي هذه القيشه ديالو، ذاك العام خارج هذه القيشه. واش هذه النعشه؟ ها؟ بالنسبة لليمون شحال وصل الثمن ديالو؟ الليمون من بركان هذا؟ اه لومبا. ديال لومبالاج؟ لا طيبة. لا ما كاينش طيبة، خاصة خاصة كاملة. كلها كلها. اجي خذ تعرف. الليمون هذا نوفا تيجي بلاصة ماندالين. بلاصة تمشي ماندالين تيبقى هاي. هذا دير دابا في الماتش. ديال العصير ولا ديال الماكلة؟ لا ماكلة. ديال الماكلة وحلو وفيه الماء فيهش العظم. شحال وصل في الكيلو؟ في المارشي وصل دابا 15 درهم، 15 درهم 360. 360 يعني مرتفع هذا الثمن ديالو، معروف من. وبالنسبة للخوخ؟ الخوخ 30 دابا باش نبيعو. الخوخ 30 درهم الكيلو. تا هو ديال البلاد، ديال البلاد. البنان قلتي البنان تزاد فيه درهم ونص. اه البنان ديال البلاد كنا نجيبو ب 10 ولا. هذا ديال هذا ديال برا كنا ديال برا 15 ولا 17. باش كتعرف ديال برا وديال البلاد؟ ديال برا تيكون في كارطونه، تكون في اكوادور. اكوادور كارطونه ديال الفرخ، احسن بنان في كارسي. وديال البلاد راك عارفو اكادير. اكادير هو اللي موجود دابا، هو اللي كاين وموجود ولكن راه غير. وبالنسبه للبعويد؟ البعويد 30 درهم باش البلد. البعويد كان البارح 45، سولت عليه البارح كان 45 40. برنوص؟ لا خضر. اه خضر قاصح. هذا صافي ديال الماكلة دابا، هذا واجد ديال الماكلة. وشنو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا ديال برا. ديال برا هذا أرجنتين، وهذا راه ديال بلجيكا، وهذه روشة تاهي راه بلاد. ديال البلاد وأحسن هي ديال البلاد واقيلا. ديال البلاد عاوتاني بالأخرى عاوتاني، ماشي بحال ديال برا. آه. برا باسل داكشي. باسل واخا كيتبان لك راه شاد في بلاصتو، ولكن راه خدموا بها التريطورة هذا هو. فهمتي ديكور. ديال الديكور فوالا. بالنسبة للكيوي؟ كيوي ديال برا دابا كاينه كافالو، هذا داير 36 في المارشي، تنبيعو ب 40 درهم. الناس كيقولوا في لي كومونتير بلي الخوخ داير 5 دراهم. شناهو؟ الخوخ. الخوخ ديال اش؟ ما عرفتش كاتبين في الكومونتير. لا الخوخ قول لي هذاك راه ديال بن احمد. الخوخ لا بغيتي خوخ مليح وش هدية بحال هكا. شوف شي هدية قداش؟ راه ماشي ديال البي، راه كاين واحد الخوخ رقيو. اه. قد المشماش. هذاك الصغير هذاك اللي كيكون الاولاني الاولاني كيكون نظافه. اه ديال البلاد هذاك كيبيعوا 160 ريال. 160 ريال اه كيك. هذا شحال الثمن ديالو قلت شي؟ الشهديه. الشهديه شحال؟ الشهديه 30 درهم. 30 درهم الكيلو المليح دابا الوقت ديالو، يعني كتصاحب الناس ياكلوا في الوقت ديالو. ولا زاد ضربات عليه واحد الشهر غتلقاها ب 5 دراهم. 25 في المارشي دابا هذاك الشهديه. اه فوالا. وبالنسبه للمونك شحال الثمن ديال المونك؟ المونك طايح شويه دابا. طايح شويه الموك تيوصل دابا 160 ريال الحبه. 160 ريال الحبه حسب الكاليبر. فروم داك كان طالع شويه في الثمن، كان طالع شوف كان كيلو 40 درهم 40 40 درهم الكيلو. وبالنسبه للافوكا، العشاق ديال الافوكا كيسولوا عليها حتى هما. كاين الهاس
خلاص هادي احسن لافوكا دابا راه باقا هادي رصو 50 درهم 50 درهم يعني ما طاحتش منه ديال وهادي واش الفرق بيناتهم هادي دابا ما تصدقش عصير تصدقش عصير هادي اللي بغيتي راه سلطه سلطه قطعها مع مطيشه قطعها مع فروي تجي زوينه هادي عصير عصير ديالها بحال الري عصير ديالها بحال الري كيكون ثقيل الا درتي هادي في العصير ما تصدقش يجيك داك الشيء كتكون هادي ارخص من هادي هادي ارخص من 35 وهاديك 50 دابا شحال ديال الفرق شباب بلاد جوج ام بلاد جوج ام بلاد هذه هي بجوج شادي صافي العصير مشات هذاك الشيء شاد سهلا وقتها وبالنسبة للتفاح التفاح هو اللي غالي ديال البلاد من مدينة بلاد وصل 300 درهم سو مارشي يعني اللي جبتي هنا غادي لي 360 ومكوي وعدد التوجيه هذا تنجيبوه ديال برا ليكسبور هذا 22 21 كتبيعو ب 25 ولكن نقي فيه حتى ضربة ما فيه حتى شي حاجة ديال البلاد كتلقاه كلهم لي زاطاج مكوي وهادي وغالي بصح يعني كاين اللي كيجي باغي معارض على الناس وداك الشيء ما يمكنش غيحط لهم هذاك التفاح تيضطر يدي هذا هو واخا غالي داك الشيء باش يكون باسل على الاخر غيديه عيد في الديكور غيديه حتى خاصك تجيبو لحقاش ما خصكش تجيب هذاك اللي غادي يقدر يضيع فيه يرجع التوجيه دابا هذا يقدر يضربك 3 ايام كان رخيص تجيبو وتبيعو في الاخر تنقص فيه ما كنتش على حسب المناطق شحال ميمكنش تزعم على شي حاجه اللي شي ناس صاحبي شي قناه راه تيلوحوا في السلعه مساكن تيديوها غاليه وهادي وما عندوش لما نبيع حنا كنجيبو شويه شويه كتجيب القياس ديال اللي غتخدم مع الكليان زعما مثلا تخدم مع جلوفو حتى هو جلوفو حتى ما كتخدم جلوفو تيجي عندي تياخذ كوموند كومبلي واحد دابا داير هذاك ديالو بوحدو كيجي تيقول لك عطيني اخويا من هنا من هنا قيد يعني عنده كليان نقيد لي المسائل ديالو هو ثاني تياخذ اي حاجه تنقيد اي حاجه ياخذها كتبقى عندها دابا مثلا فريز 10 دراهم عصير 8 كيوي كتهبط لي شويه الثمن على حسب على حساب هذاك الشيء اللي كياخذ حيت ما كيبغوش بزاف شي بربع الحبات خمسه كدير لي كوموند كتلقى فيه 100 درهم 120 درهم تمشي يعطيهم كاملين ديالو عنده كليان ديالو حتى هو تمشي يفرق كيجيب لك الامانه 15 درهم كنشكرك على هاد الاثمنه اللي قربتينا منهم وسمح لينا بزاف الله يحفظك